اون فوا خديت لو ديبلوم اشتغلت مع مغنيين كبار بزاف. كان اول واحد اشتغلت معاه هو الدوزي في مهرجان موازين ديريكتومون ابري مون ديبلوم. اكبر مهرجانات في المغرب اللي هو هي موازين. خدمت مع بزاف ديال لي تورني تيميتار وجده. ابري من الدوزي مشينا لمجموعه ديال المغنيين مجموعه ديال الممثلين، احمد شوقي المنتج العالمي الردوان، دنيا باتما، فاتي جمالي، لمياء الزايدي، نزهر الكراكي. خدمت في فيستيفال موازين اوتونك ستيليس اوفيسيال، خدمت او ميم طون في فيستيفال مراكش الدولي اوتونك ستيليس اوفيسيال، درت دي ديفيلي. دونك كاع هادشي يعني في ماجو في هاد لو طون كله، يعني في بوندون واحد 50 دو كارير 50 دو ديكسبيريونس جي اون غراند كارير. باسكو كيما قلت لك كان تحدي في الاول، وانه الحمد لله دابا انه كتشوف الفخر في العائلة ديالك، كتشوف الفخر أنه برافو سارة أنه حققتي الحلم ديالك.